هنبدأ بعجة الطعمية الحارة، طبعا تقدروا تشيلوا منها الشطة. الطعمية بتاعتنا بتتعمل من الفول المدشوش، بنجيب الفول المدشوش دوت وبننقعه مدة ما تقلش عن 12 ساعة، وبعد كده بنستغنى عن المية بتاعته وبننشفه كويس قوي، احنا مش عايزين جواه مية. بعد كده بنجيب بقدونس وشبت وكزبرة، وفي ناس بتستخدم نوع واحد أو نوعين بس، طبعا كل واحد حسب ذوقه. وبنحط كمان معاها كرفس، وبنحط معاها بصل اخضر، وبنحط ثوم. التوابل بتاعتها عباره عن ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه مطحونه. بناخد كل ده في العجان، اسفه مش في العجان، في المفرمه بتاعه اللحمه او في الكبه، لحد ما يبقى العجين زي ما انتم شايفينه كده متماسك، وفي نفس الوقت خشن شويه، ما بيبقاش طري، ما بيبقاش ناعم، بيبقى خشن شوية زي ما انتوا شايفين كده. خلاص في الوقت ده بنسيبها تهدى شوية، وبعدين في ناس تضيف لها بيضة، في ناس تضيف لها رشة من البيكربوناتو عشان تطلع هشة من القلب بتاعها، ما تطلعش مكتومة. وبعد كده بتنزل على زيت غزير ويكون سخن وتتحمر، وتبقى الطعمية بتاعتنا بتاعت الفطار العادية. كل واحد بياكلها بطريقته بقى. المهم احنا عندنا عجينة، كل ده بشرح لكم عشان احنا عندنا في المكونات او في المقادير عجينة الطعمية. بعد كده عندنا ايه بقى؟ عندنا بيض حسب عدد افراد الاسرة، وعندنا فلفل حار، وعندنا بصل مفروم، وعندنا طماطم مفرومة، وعندنا ملح وفلفل وزيت ذرة مش زيت زيتون. شوية زيت هنا، شوية زيت يعني معلقتين كبار كده، واتأكد ان الصينية او الطاجن او البايركس اللي عندي فرشت عليه الزيت كله على 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 القاعدة بتاعة البايركس كلها. خلاص حطيت الزيت، هحط بقى عجينة الطعمية. طبعا بتطلع اخف كتير من القلي، بس طبعا مفيش زي طعم الطعميه المقليه. خلينا صراحه الطعميه المقليه من احلى الحاجات اللي في الدنيا. طيب ممكن احطها طبقه كده من تحت واحط فوقيها الخضار والبيض، وفي طريقه تانية اني اعملها عجه عجه متداخله مع بعضها، يعني بعد ما اجهز الخضار بتاعها بعجنها بالبيض والخضار وادخلها الفرن، والطريقتين حلوين، يعني شوفوا انتوا حابين ايه. خلاص فردت كده الطعمية دي كده حلو، هروح على النار هاخد يعني نقطة زيت بقى، لاني حطيت زيت هنا بكمية كويسة، فهاخد نقطة زيت واحدة اهو، معلقة زيت. يلا بسم الله. بصل، ملح، فلفل اسود، الفلفل الحار اختياري وكميته كمان اختياري، وتقدروا تستبدلوه بالفلفل الرومي، وقلب بس عايزاه يطرى، ولا يصفر ولا يبقى بني ولا اي حاجه خالص، يطرى بس. وبعدين اخد الطماطم هنا وقلب. طيب انا جهزت دلوقتي الخضار، ممكن احط عليه خضرة بقى، شبت بقدونس كزبرة، ممكن احط عليه فلفل رومي، ممكن احط عليه معلقة صلصة زي ما انتوا عايزين، انا هكتفي بكده. طيب بعد ما جهزت الخضار قدامي بقى دلوقتي حل من الاتنين، يا اما اكون فردت عجينة الطعمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على الزيت واحط عليها الخضار وانزل عليه البيض، يا اما اعجن او اقلب الخضار مع البيض واحطه على وش الطعميه، او اقلب البيض والخضار وعجينه الطعميه مع بعض واحطهم في البايركس، وكل الطرق حلوه وكل الطرق صح. ماشي براحتكم بقى زي ما انتوا عايزين، يعني انا مش عارفه، حاسه اني عايزه ارجع في كلامي واقلبهم مع بعض. الخضار اللي جهزناه مش عارفه، اصل انا حاسه ما اعرفش، حسيت كده ان انا ايه عايزه اعمله بالطريقه دي مره، فمعلش. حطيت الخضار اللي احنا جهزناه سوا، هنزل عليه عجينه الطعميه،
هقلبهم مع بعض كويس قوي قوي. هاخد البيض واضربه جواهم، هزود بس رشة فلفل اسود للبيض واضربه مع بعضه بقى. وفي نفس البايركس او الطاجن او الصينية هرص العجة. العجة دي مش بتاخد دقيق علشان خاطر احنا حاطين اصلا الطعمية او عجينة الطعمية، وانزل بيها على البايركس. بسم الله. او الصينية اي حاجة، مش لازم بايركس يعني. اساوي. عايزين تحطوا على وشها جبنة كمان، تقدروا تحطوا على وشها جبنة بس كده. فرن سخن فوق وتحت شغال، الرف اللي في النص درجة حرارة 180، وانا اتركها في سلام لحد ما تستوي.